وأضاف شكري أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع موضوع شبكات تمويل الإرهاب بشكل جدي بالقدر الكافي، مؤكدا ضرورة محاربة تلك المنظمات من منظور شامل. لابد أن نواجه أنفسنا بمشكلة الاتساق، خصوصا في أسلوب تطبيق الإجراءات من قبل المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. إذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي ورؤيته لاكتثاث المنظمات الإرهابية من دوله، وهناك موضوع آخر يخص شبكات التمويل، حيث أنه لا يتم التعامل معها بشكل جدي بقدر كاف. هناك أسئلة كثيرة أخرى، على سبيل المثال كيف رحل العديد من المقاتلين الأجانب في مدينة الرقة السورية وعبروا حدودا دولية حتى وصلوا إلى بلدان أخرى كالصومال وليبيا واليمن؟